السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بهاء. هنكمل مع بعض في الفول ستاك بلوكتشين ديفلوبمنت اللي حنعملها. حان الوقت إن إحنا نتعامل مع الواجهات اللي هو التعامل مع، خلينا نفتح على طول إيه عشان يبقى يعني دلوقتي إحنا المفروض نتعامل بالشكل. فلو فتحنا مثلا رارابل، تمام، برضو ده ستور قائم على تقنية البلوكتشين أو دي سنترالايز أبلكيشن. لو خدنا بالنا اصلا ان الموقع ده لو دخلنا على دي وهتلاقيه معمول برياكت، تمام. فشكل الواجهات دي من الافضل ان انت تتعامل مع تعملها بفريم ورك. طبعا الفريم ورك دي اصلا يعني رياكت اللي ما يعرفهاش هي فريم ورك قائمه على اتش ام ال سي اس اس وجافا سكريبت. هي اصلا من جافا سكريبت، هي اللايبرري اللي انت بتستخدمها عشان مجهزه لك حاجات معينه كنت بتعاني منها، بتتعامل مع يعني شكل معين للبيجز، شكل معين للراوتينج بيظبطه لك. طبعا هو ماشي بمبدا ايه، السنجل بيج ابلكيشن، اللي هو انت ما بتحتاجش تعمل ريفرش عشان الصفحه تتحدث، او مش الصفحه تتحدث كده، انت لو بتيجي تتنقل مش محتاج الصفحه تتعمل لها ريندر تاني، انت بتتنقل لها بسهوله. يعني بصوا احنا هنا تنقلنا في الصفحه دي من غير ما يحصل ريفرش فوق، فجاب المحتوى بتاع الصفحه التانيه. بيحصل ريفرش او بيحصل انتقال مع الراوتس اللي بره. يعني لما نيجي نتعامل مع الويب سري عموما ونيجي نعمل بقى تعامل معاه هنا، لما نيجي بقى نطلب هنستخدم الراوتر عموما، يعني عشان نعمل بوش مثلا، نروح نستنى السيرفيس هتيجي ولا لا، عشان نستحكم في اللوزن. الكلام ده كله هنشوفه مع بعض، ماشي. طيب انت قبل ما تكمل معايا لازم تكون تعرف ايه، يعني عشان باختصار انت لازم تكون عارف اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت بشكل معقول عشان نبدا ندخل ايه في رياكت. وبرضه تكون واخد لك شكل، انا هحاول اشرح في رياكت الحاجات اللي احنا هنحتاجها، تمام، واحنا بنشتغل، بس مش هشرح لك يعني رياكت بشكل تفصيلي. فانت لو عايز في دورات، يعني في حاجات في يوتيوب انا هفتح لك كده، وبرضه هحاول احطهم لك في الوصف. لو جيت هنا وكتبت، خلينا بالعربي برضه، دورة رياكت، معلش رياكت جي اس، لان في رياكت نيتف بتاع الويب الموبايل، في ايه رياكت جي اس. ففي دورات كويسه جميله، يعني الدوره بتاعت كود كودز دي كويسه. عندك برضه الدوره بتاعت، خلينا في دوره بدر استاذ نور هاشمي عامل حاجات كويسه جدا فيها في رياكت عموما، وعامل يعني في واحده هي يعني كراش كورس ممكن تاخده هيفيدك لو انت عندك اصلا خبره في اتش تي ام ال سي اس وجافا سكريبت. ولو ما عندكش خبره في الحاجات دي او ما تعرفش مش عارف الحاجات دي عموما، لازم ترجع يعني قناه الاستاذ اسامه الزيرو، هتلاقوا فيها حاجات على تفصيل على الحاجات دي. بس اللي انا اعرفه برضو ان المفروض مفيش حد هيبقى داخل يتعلم بلوك تشين وهو على الاقل ما عندوش تقنيات البرمجه الاساسيه اللي هي الاتش تي ام ال سي اس اس والجافا سكريبت عموما، يعني وعارف يعني ايه بوت ستراب ويعني ايه مكاتب. لان احنا المفروض دلوقتي انت الحاجات دي ما هي الا اعتبروها حاجه بتجمع لك الحاجات اللي فاتت دي، الحاجات اللي انت درستها الاول دي. طيب نبدا مع بعض، هنعمل بس في الدرس ده السيت اب بتاع الرياكت، وبعد كده هنبدا نشتغل المره الجايه. فانت ممكن هنا تروح تقول له انستول، او هو اصلا هنا موجود اهو، فين كريت نيو رياكت اب، هو ام بي ام اصلا كريت اهو. لازم تبقى انت طبعا، عشان بس خد بالك من النقطه، اول حاجه انت لازم تكون منزل عندك النو جي اس، لان هي مكتبه شغاله او الحاجات دي جايه من الام بي ام او الام بي اكس، ماشي. فانت لازم تكون منزل النو جي اس عندك. خلاص كده بص، خدوها قاعده في حياتكم، انت اصلا اي حاجه شغاله بالجافا سكريبت او مكتبه مبنيه عليه لازم تكون منزل النو جي اس عشان تستخدم الام بي ام اللي هو اصلا بيبقى نازل عليه، اللي هو اللي هو مستودع ام بي ام انستول نود باكج مانجر عموما. يعني نود باكج هو في ايه؟ انا كاتب انا كاتب غلط. خلينا نفتحه، مش عايز، انا عايز شيل دوكس. الام بي ام ده للتاكيد برضو عارف ان الناس عارفه، هو الباكج مانجر او هو الستور بتاع المكاتب اللي الناس بتبقى حاطاها. يعني لو جيت على الام بي ام وكتبت رياكت هتلاقوا رياكت اهيت. خلينا نعمل رياكت جي اس، ماشي، اكزاكت ماتش، خلينا كده.
ده عشان تسطب رياكت جي اس، ده اللي هو الامر الطبيعي. بس انت عارف كريت رياكت مثلا هتلاقي في، خلينا نجيب المهم هي في كلتا الحالات دي، ده المكاتب الحاجه اللي احنا، يعني انت مثلا عايز حاجه اسمها اكسبريس، دي موجوده مع النود، دي يعني زي مكتبه عموما، يعني احنا بنستخدمها عشان نعمل بيها راوتينج ونعمل حاجات، نشغل السيرفر في النود وكده. فدي مكتبه وليها مميزات كتير تقدر تشوفها هي في الفيتشر بتاعتها. فاعتبر الام بي ام ده ما هو الا ده مش ما هو الا هو متجر التطبيقات بتاعه المكتبات اللي معموله بالجافا سكريبت، فهنستخدمه كتير جدا جدا جدا. يعني حتى احنا اصلا هننزل من هي الويب 3، الويب 3 اهو، اما نيجي نشتغل على الويب 3 ونيجي نعرض الداتا، هنيجي نعمل انستول هنا، بتاخد ده وبننستول، وهتيجي هنا حاجات بتشرح لك برضو ريد، تيجي تشوف الكيو، تيجي تشوف هنا هتلاقي برضه بيوديك الريد مي، لو عايز تقرا بيوديك الدوكيومنتيشن بتاع الويب 3 وهكذا. فهو بيجمع لك المكاتب اللي بتشتغل بالجافا سكريبت، ماشي. فخلونا نروح، احنا منزلين النود عندنا، خلينا نفتح كده كلير، ما انا اصلا كلير، ان لو كتبنا نود في، قال لك انا عندي اللي هو فيرجن 14 ام بي ام شرطه في، برضه انا عندي كده تمام كلير تمام. احنا هنروح بقى عشان ايه؟ عشان نشتغل كل حاجه في الفولدر اللي احنا بنرفعه اللي هو بتاعنا. فخلونا اروح افتح الفولدر بتاع البلوك تشين ارابيك اللي هو موجود عندكم على الريبو يعني عموما بتاعنا، تمام. انا هنا بره اهوت، لا ايوه انا هقفل بس الحاجات دي، وده الارب توكن، ودي الحاجات اللي احنا عملناها. شوف بس انا واقف فين، ال اس تمام، انا كده بره، انا كده بره. فانا عايز اعمل فولدر، المفروض بقول له نروح لل، نروح للرياكت. انت بتقول له هنا المفروض ام بي ام انستول رياكت، اهو ام بي ام كريت رياكت اب. طبعا صح، انت لازم تكون منزل اصلا، تكون منزل مسطب عندك رياكت، ماشي. المفروض هنا استنى دقيقه واحده، اللي هو انت المفروض تبقى ايه، مسطب الرياكت والنود عندك يعني. خلونا ام بي ام، المفروض تبقى انت عامل اللي هو الامر اللي فات ده، ام بي ام انستول سوري رياكت جي اس. انت ممكن تكون عامله جلوبال او مش عامله، يعني عموما اللي هو ايه ده، دي مكتبة تبقى منسطبها، ممكن تحطها هنا عادي مش مشكلة. هو كده هيبقى جلوبال، لأن المفروض أصلا أنا مسطبها قبل كده فمفيش مشكلة فيها. تروح بقى أنت المفروض نروح على نكريت بقى المشروع. طبعا إحنا واقفين فين، هو يكريت لك فولدر، فدي حاجة كويسة يعني. فأنا واقف بره هنا أهو هنا، وهقول له المفروض إم بي إم كريت رياكت أب، وأديله الاسم بتاعه، ماشي. انا هسميه مثلا ايه، اللي هو ستور مثلا رياكت مثلا، انا هسميه كده ونعمل دن ام بي ام كريت ستور رياكت. هو اكيد كده مش متعرف على، ماشي. خلينا نحط نعمل ام بي ام هنا، واحنا ضفناها كده في المشروع بتاعنا، ونقول له كده ماشي بي ام كريت رياكت اب. ممكن اكون كاتب حاجه غلط، سوري سوري، ام بي اكس، خلونا فين فين، ماشي. خلوه بس عشان لو في حاجه انضافت هنا نحذفها. بتأكد بس، تمام. ام بي اكس كريت رياكت اب وستور رياكت كده بدأ يكريت اهوت، هو كان ام بي اكس. طبعا هياخد شوية وقت على ما ينزل المشروع. هنوقف هنا لما يكون نزل، ونكمل المرة الجاية ونبدأ نشرح الاستراكشر بتاع الرياكت. انتظرونا المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.